طبق الصداقة. في مملكة قوس قزح المليئة بالأساطير الخيالية، كانت هناك أشجار مانجروف جميلة ومزدهرة، حيث تعيش كائنات عجيبة ورائعة، وترفرف الفراشات بأجنحتها البراقة، وتركب الجنيات فوق ظهور أحاديات القرن، وتلعب السلاحف مع الضفادع الصغيرة على حافة مياه الجداول المتلألئة. في المملكة المظلمة تلقي أشجار المانجروف بظلالها على المملكة، فلا تنفذ أشعة الشمس إليها، وكان يسكنها الجن ذو الأسنان الحادة والمخالب الطويلة، لا يبتسمون أبداً ولا يلعبون. كان الجميع في مملكة قوس قزح يخافون الجن، ولم يقدم أحد منهم قط على أن يعبر إلى المملكة المظلمة. كل يوم في مملكة قوس قزح يشارك الجميع في طهو طبق مميز وشهي في وسط المملكة حول موقد نار. لم تعلم الجنيات أن الجن لديها القدرة على الرؤية من خلال الأشياء، فقد كان الجن يراقبون الكائنات الجميلة كلما بدأت تطهو طبقها المميز. أخذ الجن في مراقبتها بأفواه شرهة تطمع في تذوق هذا الطبق. وبينما كان سكان مملكة قوس قزح يستمتعون بتناول طعامهم، سرق الجن فتاة الطعام من هنا وهناك. لم يوقفهم أحد من سكان المملكة المسالمين لأنهم لم يرغبوا في القتال. قررت كائنات قوس قزح طهو طعامها داخل القلعة حتى لا يسرق الجن أي طعام منها، فاستشاط الجن غضباً وأضافوا أعشاباً مرة للمكونات. في هذا اليوم شعرت كائنات قوس قزح بوعكة في بطونها بعدما تناولت طعامها المفضل، وخافت أن يكون ذلك من فعل الجن. وفي أحد الأيام المشمسة جمعت جنية شجاعة مجموعة من الكائنات لتحدثها عن إحلال السلام بين المملكتين، واقترحت عليها الاجتماع بالجن من المملكة المظلمة حتى يصيروا أصدقاء. ذكرتها الجنية بأهم قوانين مملكة قوس قزح: يمنع التنمر منعاً باتاً. فهل ستنجح في إقناع الجن بالموافقة على ذلك؟ قالت الجنية الشجاعة: لا يهم إن كنت قصيراً أو طويلاً، قوياً أو ضعيفاً، فكل شخص يجب أن يعامل بلطف واحترام. تقدمت الجنية موكب مملكة قوس قزح حتى بلغوا الحدود بين المملكتين، ثم نادت بصوت عالٍ، فخرج الجن من بين الظلال وهم يملؤهم الفضول لمعرفة من يرغب في مقابلتهم. تحدثت الجنية مع كبير الجن وقالت: لنكن أصدقاء، فلا طائل من وراء القتال وإلحاق الأذى ببعضنا. ساد الصمت بين الجن وهم قابعون في الظلال، وبعد صمت طويل قال كبير الجن: سنوافق على ذلك لكي يعم السلام بين أرجاء مملكة قوس قزح والمملكة المظلمة، ولكن بشرط واحد، أن نأكل الطبق المميز الذي تشتهر به مملكة قوس قزح. وافقت كائنات مملكة قوس قزح والبهجة تغمرهم. يسمى الطبق المميز خبيص، وهو حلوى لذيذة مصنوعة من الدقيق المحمص والعسل وماء الورد والتوابل المكونة من الهيل والزعفران. قام رئيس الطهاة المشهور في مملكة قوس قزح برش جوز الهند المبشور والزبيب والفستق واللوز على هذه الوصفة الشهية،
وأطلق عليها هذا الاسم طبق الصداقة. خرج الجن من بين الظلال إلى مكان مشمس بين أشجار المانجروف ليتناولوا طبق الخبيص المميز وليتشاركوه مع جميع كائنات مملكة قوس قزح. عمت السعادة أرجاء المملكتين ولم يعد للخوف مكان بينهم. أصبحت كائنات النور والظلام أصدقاء، ومنذ ذلك اليوم وهم يتناولون طبق الخبيص المميز معاً ليتذكروا الوعد الذي قطعوه على أنفسهم بأن يعاملوا بعضهم بعضاً بالمودة والحسنى. النهاية.